مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد تاع صحتك بنيتك. اليوم حبيت نهضر على ان سيتون كون هضرت عليه بزاف في الانستغرام، بصح اليوم راح ندخلو في كلك بوتي ديتاي اللي امبورطون تعرفوهم باش تقدروا تتعاملوا مع هاد لو سيتون كيكون عندكم. اليوم راح نهضر على لو ميتابوليك سيندروم. كنت قلت لكم من بين لي سين تاع لي ميتابوليك سيندروم انه يكون عندكم هاي ليبيد مانتا لي تريغليسيريد طالعين والاش ديال هابط، لازم يكون عندكم هاي بلود بريشر ولا يكون اون لا طونسيون ارتيريال طالعه ولا تايب 2 diabetes ou bien type 2 ou le secours طالع. دونك سي فوز افي 3 دي 5 سين تقدروا تكونفيرميو بلي فوز افي ان ميتابوليك سيندروم وحان الوقت انكم تتعاملوا مع هذه الحاله وتسيو تصلحوها باسكو حاله تتصلح بكل سهوله سورتو كي يكون في الديبي تاعها. ايزون اثبتوا كاين دي زيتود كي اون بروفي اون ريلاسيون كي ني با كوزاسيونال باش ما نقولوش اون ريلاسيون اونتر ميتابوليك سيندروم وهاد الحوايج هارت ديزيز و لاباريسيون تاع الديمنشا معناتها انسان يولي ما مخو خلاص ما يروح فيها لو كونسير لاباريسيون دو كونسير لو بي سي او اس ولا بوليسيستيك سيندروم اوفاريان سيندروم الناس لي فلي في لي جون في بتانيك الكبار يعانيو بلي كيست في لي زوفير تانيك نون فاتي ليفر ديزيز معناتها الشحمه اوتور دو الكبده نتاعهم. دونك parmi les raisons ou bien la raison اللي لقاوها اللي لا سول حاجه هي اكبر مصيبه يقدر يعرفها انسان داخل الجسم تاعو هي الانسولين ريزيستانس كي لا كوز بيهايند ميتابوليك سيندروم. دونك يا با اوتر شوز الخلايا تاعكم ولا تريزيستي الانسولين ولا تقاوم الانسولين. جو في فو دوني ان اكزومبل، الخلايا عندكم لو بانكريا يفرز كي يكون عندكم جلوكوز تتناولوا الجلوكوز في الجسم بيان سور البانكريا راح يفرز الانسولين وهاد الانسولين الخليه ما تتجاوبش معاها دونك الجلوكوز ما يدخلش البنكرياس يزيد يفرز الانسولين ويزيد يفرز والخلايا ما يعرفوهاش دونك حتى نلحقوا ان تيب دو ديابيت لي ما ولاش فيه الانسولين نباسيو من بري ديابيتيس نولو دي بيرسون ديابيتيك. اي بيان فيغوريفو ني با كو لي بيرسون اللي عندهم اوبيزيتي عندهم انسولين ريزيستانس، اي بيان يا دي جون تاني كي سون ضعاف يبانو ضعاف بارمي لي سين عندكم في لي زابدومين لابدومين وبيان الشحمه ابدومينال كي ان بون سين دو انسولين ريزيستانس. يا اون اوتر اكسبليكاسيون تاع انسولين ريزيستانس اي كي هي لا كوز دو تيب دو دو ديابيت تلقاو كي تخيلوها كانه ان بالون منفخ. دونك الناس اللي عندهم تيب دو ديابيت تشوفهم تفيريفي اي سون ان بتي بو غرو معناتها اي سون اوبيز. علاش لوبيزيتي؟ تخيلوا انه بالون منفخ. شنو انت بالون منفخ معمر بالسكريات وكذا، شنو قد ما تطبع له السكر الانسولين يطبع يلحق ان سيغتان نيفو ما يقدرش. بالون بزاف منفخ ما كانش كيفاش يعاود يزيد يدخل له الانسولين وتانيك يدخل بالون لو جلوكوز وتولي الحاله تمشي الجلوكوز يمشي في الدم وندخلو في لو تيب 2 ديابيت. دونك كومون فيكسي سو بروبليم بيان سور سورتو سي كو في لو ديبي سي اون فيكسون فوت ريجيم اليمونتير يا فيكس ذا دايت معناتها يفو فيكسي فوت ريجيم اليمونتير كي لو سول اي pour باش ما يكونش عندنا افاز الانسولين لازم تعرفوا بلي لو ميور دا ريجيم اليمونتير سي ان ريجيم كي فابل اون هيدرات دو كربون. كي ما كاش لي هيدرات دو كربون ما كاش منين يطلع الانسولين تو سامبلومون. سي لوجيك سي نورمال اي سي فاسيل اي سي فيزابل بيان سور بور لي جون كي سوفر دو تيب 2 ديابيت اي ديبرتونسيون. هادو الناس لازمهم سوبرفيزيون لازم يكون عندهم طبيب يشوفهم على خاطر كي ينقصوا السكريات اكيد ما راحش يكون السكر في الدم اكيد ما راحش يكون الانسولين. دوك الدويات هادو ما راح يكونوا قويين ويتسببوا لهم في هايبوغلايسيميا معناتها يكونوا في نقص غليسيمي كي تكون خطير على جسم الانسان. الهايبوغلايسيميا ما لازمش تكون. وثانيك بور لي بيرسون هايبرتوندو عندهم لا طونسيون ارتيريال لازم يكون عليهم عسى. ثاني حاجه يقدر يديرها الانسان هي انترميتنت فاستينغ معناتها الصيام المتقطع. كان بزاف انواع، كان كما تاني نعرفوه الصيام من شروق الشمس الى غروبها مرتين في الاسبوع يقول لك صوم الاثنين والخميس ماشي باطل قالوها هنا راكم تعرفوا علاه. علاش انترميتنت فاستين مالغري فوائد العظيمه تاعو كيما الجروث هرمون يزيد المناعه تزيد وكلش الانسولين افراز تاعها ينقص. على خاطر لازم تعرفوا بلي كل ما ناكلو كل ما حيكون افراز انسولين. اكيد حتى ياكل كربوهيدرات اكيد حتى كذا ديتا دو كربون ولا حوايج فيهم السكريات الانسولين راح يطلع. والانسان اللي يعاني من هذه الحاجه انسولين ريزيستنس ما لازمش تكون عنده انسولين طالعه. دونك الانترميتنت فاستين هذيك انقطاع الاكل هذاك راح تنقصوا افراز وراح تعاونوا في العلاج بيان سور مع الوقت ما حتى تبرى بين الليل والضحى سا ميريت ان تريتمون. دونك بور لي جون هادوما يفو سافوار تانيك بلي
ماشي غير تاكل الفيتامين، مثلا حاب تقوي الجهاز المناعي تاعك وتقول معليش ناكل فيتامين دي، ناكل فيتامين دي، ناكل فيتامين سي، ناكل الزنك، ناكل دوطخ سوبليمون راح يقوي المناعه تاعي. بس لازم تعرفوا باللي لو كان ما تفيكسيش الريجيم تاعك لي فيتامين ما ينفع والو، صدقوني. علاه؟ مثلا كي تاكل السكر، السكر هي اتس ان انتي نوتريينت. شو معناتها انتي نوتريينت؟ معناتها يمنع بعض الحوايج يمتصوا من الجسم، ماشي يمنع، راح ينحي بعض لي زيليمون باش من الجسم. مثلا البوتاسيوم، السكر ينحي لك البوتاسيوم. سي بور سو الانسان كي ياكل في الليل بزاف السكر هكذا يبدا تقات قلب في الليل هكاك. جو سي با سي فو لافي رماركي مي سي اسي فريكون. دو لا ميم شوز بور الحوايج اللي فيهم الكاربس، نو باردون، فيهم الجلوتين بزاف. جلوتين از ان انتي نوتريانت، دونك لو فات كو تاكلو بزاف راح ينحيكم معاد الفيتامينات. دونك سا سار اريان دو بروندر دي فيتامين طون كو لو ريجيم تاعكم ماهوش مسقم. دونك فوالا فوالا، جيسبر كو تعلمتوا حاجه اليوم وفهمتوا سورتو لو دارني بوين نتاع فيكسينغ ذا دايت بيفور تيكين ذا سابليمنتس. باسكو تيكين ذا سابليمنتس الون كي تاكلو لي سوبليمون اليمونتير ولا لي كومبليمون اليمونتير وحدهم سار pas à grand chose. Inch'Allah, tu as le travail à l'Yoma. J'espère que ma coach est très allée comme elle est sujet. Je sais que c'est un petit peu complexe. J'ai essayé de simplifier. Pour que ma coach t'aille bien. Allah, vous voyez comme, 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 Allah, v